وجهك الجميل. أسألك بالله، الله اسكت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعطني عصاك أبو علي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله المسرح. الله ابراهيم، لا إله إلا الله، ما هو انت بالنفس ترى ابراهيم، قطبني شوي بالله، ما هو انت بالنفس ابراهيم ترى. لا إله إلا الله. ابراهيم انت ايش اسمك؟ قلت لي ايش كان هو؟ ابراهيم ايش اسمك انت؟ اسمي ابو زيد. ابو زيده. اي ابو زيد. ها نسيت اسم المصيبه اللي جتك قلتها. لا اله الا الله. يلا انا ابو زيده كيف حالك؟ عرفناك المقطع. يلا ربك تعينه. اي والله يلا يا رب انك تعينه. ربك تعينه ابو زيده. يلا قول يا الله. يلا ان الله ييسر امرك. اللهم امين. الله يسر. ابو زيد استمر استمر استمر. نعم استمر. والله ما بيدي بدايه الا استمر. ابو زيده انا لازم اعلن حاجه هنا. لا ابو زيده ما عرفتك. ابو علي ودي يعني ذا ولا خلاص انا ما عليك قبل خلاص. وبعدين ما عليك بتلوفه بسيطه والله بسيطه بس. يا يجي ضحك يا يجي ضحك. لا يا يجي ضحك اليوم لا إله على كيف كيفكم. والله اني من يوم شفت الزبيري اني قلت رجاء انه بيبدع وابدع فعلا ابدع. ما عليك اسم ابو زيده. هذول طول عمرك محاربين نجاح. وانت عزوز معه؟ انا والله اني معاه يا صاحبي. ما بيدي والله اني معاه يا صاحبي. قول له طيب عدله. وانا اقول لك يا رجال ابو زيده ترضى يفصلوني؟ يلا اطلع برا. زيد قاعد تسوي الخطوات اللي قالها لنا محمد. يا سلام عليك. انت مبدع. ابو زيد متعلق. خليك على كلام محمد. انت متعلق. يلا انا في وجهك. يلا ابو زيد قلت لي خلاص انت صمت كذا بتبدا خلاص. الله يوفق. طيب اليوم طبعا عشان ما ننسى اعزائي المشاهدين شاركونا على هاشتاج حياتك 16 صح؟ حياتك 16. تساؤلاتكم وكلامكم الفخم والجميل للشباب. الطلبات اذا في احد يبغى يطلب من الشباب طلب معين بجاد ولا ابراهيم ولا ابو زيده ولا محمد معيط نستقبل هذه كلها على الهاشتاج. ان كان قفطتوا الشيء اللي صار هنا في المطبخ فعاد نحصل على الهاشتاج. ان كان قفطتوا انا اتحداكم ايش الشيء اللي ممكن يعني صار ايش الممكن الشيء اللي حصل ممكن العيد اللي جابوه الشباب وشو يا رب سترك. لا اله الا الله. ابو زيد سكتوني في وجهي. 16 يوم مرت على البرنامج. اي كان وضعك فيها طيب؟ الامور طيبه الحمد لله. ونفسيتك فيها حلوه جدا والضغط عندك كان منخفض الحمد لله. يعني وضعك كان سليم الحمد لله. وعايشه ريهتي اللهم لك. كيف الايام اللي مرت معك يعني والله تجربه قدمت الشيء اللي كنت ابغاه انت اكيد راسم خطه. اي طبعا من ناحيه اني قدمت انا جيت هنا ك منشد مقدم برامج. يا سلام الحمد لله في الريلتي قاعد نشارك انا وزملائي في الجلسات اللي نشارك. شوف ابداعكم. اكيد راح يكون في عمل لي اللي هو التدشين ان شاء الله قريبا ان شاء الله قبل ما الاداره تضبط امور التدشينات. يا سلام. وهذه الامور وتستمر الحياه. الله يوفقك ويسلم ان شاء الله. طيب امين يا رب. سال الله ورجي ان الله يمدك ولا يضدك. امين يا رب. كون الله يوفقنا وياك ان شاء الله. ابو زيده. هلا. سؤال واضح جدا. ايه. محمد ايش الخطوات اللي اعطيك اياها؟ ها؟ محمد الخطوات اللي اعطيك ايش هي؟ ابو زيد حاول تركز. ابو زيد حاول عطنا اول خطوه. اجيب مويه حاره. يا سلام. اجيب مويه واحطها في قدر واحطها على النار واجيب واسوي كاستين سكر. يا سلام عليك. واحطها على المويه. طيب انت متاكد ان السكر الحين صار شيره؟ انت طيب ذوق ذوق انت صار سكر شيره انت مكثر ذوق ذوق طيب لا تخرب الطبخه لا انت تعلم شوف شوف انت ذوق السكر كفي ولا لا ذوق ذوق السكر دقيقه ذوق انت شوف المويه كثيره انت شوف انت السكر اللي هل هو اكتفى لان صار يقول لك شيره هو طالبها شيره وين السكر سكر وين سكر هناك اي هو طالب سكر انت طيب لا تزود يمكن كثير السكر كنا زايد يمكن كثير السكر لازم يصير شيره المويه طيب انت ذوق اول يمكن الحاله زايد اول يمكن الشيره واجد يمكن الشيره زايد لا تستعجل لان في حليب صح ولا لا؟ شوف
ها؟ سويته ملح؟ ملح ايش والله زين؟ ملح شيله يا ولد، قاعد هو بيحترق الحين. فوق يا ويلك يا ابو زيد، حط ملح. حط ملح. حط ملح ابو زيد. يا اخي اصلا اقسم بالله يا جم جاب العيد. يلا من جديد من جديد من جديد ابو زيد. حط ملح ابو زيد. خلاص خلاص من جديد من جديد ابو زيد. ابو زيد ابو زيد ها؟ ما في مشكله. طيب في في مسكه والله اني قد انكرتك من يوم صبيتها صب. الحمد لله الحمد لله. انا بس بسرعه بسرعه ابو زيد بسرعه. يلا يلا من جديد من جديد عادي عادي. ابو زيد حرام عليك، سوى العبيل استند ملح حطيته من كله هنا، حرام عليك يا اخي. وش دراني يا ابو وينه وين السكر وينه؟ ماني اقول لك، اقول الايام اللي راحت ضغطك كان منخفض وكان وضعك طيب وقتها افهم ابغى المه من بعيد. انت نفر ما في كويس. انت المفروض ابو علي مكتب على السكر سكر وملح ملح. ما عرفتك والله. لا مو ماضيين مو احنا والله. من بكره اكتب توت سكر ها؟ ايه نفس هذا جرب اكيد في سكر. والله صدق خلاص خلاص طيب خلاص طيب خلاص. الله يستر عليك. في اتصال طيب مع محمد، خليني اشوف. محمد معيط. لبي لبي معك. لبي الحاج يا خويك بابا بالعيد. يا شباب تدري ايش سوى؟ يا شباب ايوه معاك ابراهيم بجاد. ها معاك معاك حبيبي. خلوا ابو زيده في شغله، خلوه ما عليكم من نهائيا، لا تدخلون في عمل ابو زيده. حط ملح بدال السكر. عارف ابو زيده محمد انا معاك ابو زيده حبيبي. اي حبيبي ما عليك ما عليك. ترى هذه ترى هنا ما في ولا سكر، كله عارف عارف عارف. ملح 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 ابو زيده. طيب اذا ما في سكر تحط ملح. والله حسب ابو زيده. ها هلا هلا موجود حبيبي. ما عليك غسل القدر، ركزوا لي على النظافه يا شباب. اي شيء تستعملون النظافه 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 زين. السكر ايوه ما عليك تسلم ابو زيده. ها هلا هلا غسل القدر، حط السكر وابدا ابدا في الحلقه. ما عليك تاخذ القدر ذا. اسوي اسوي سكر. ايش سكر هذا؟ ايش هذا؟ اشوف جاد جاد. خلي 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 في الحلقه، خليك في السليك. خلاص اسوي ملعقتين قصدي كاستين. سوي تاخذ ايوه ايوه. ها هذا مسك فيه الطعم ولا شيء؟ مع السر يقول ماذا عنه. اي والله خلنا نغير يا اخي. قص الاواني ما شاء الله العظيم. جابوا لنا كل شيء جابوا لنا شدكين ملاعق. هات يا زلمه جميع انواع القدور. عندنا السليق هذا لا بيحترق خشب. الله يستر عليك يا ابو زيد اليوم. ها ابراهيم السليق السليق عز الله العزيز. انا ابغى حبيبي. شوف انا هذه ترى انا سويتها من باب التفاعل. والله من باب التفاعل بضحكك وادخل عليك سرور. لا تنسى تحطها. ها باب التفاعل من باب تفاعل الشباب. ايوه ابو زيد والله انت كذا انت كذا. اقول لك والله قاعد يغلي يغلي. وانت قلت زيد سكر روح رد علي جيب الملح مره ثانيه. بس لا والله ما ادري. بس كم محمد كم يحط سكر؟ كاستين. اوه دوبك هذه كاسه واحده بس كاستين. الحين نبغى الاتصال جاي ان شاء الله واحد عنده خبره بالسليق.